هدف الموسم بالنسبة لبرشلونة لينقذ ما من الممكن إنقاذه. ريال مدريد ب 72 نقطة 60 لكل من برشلونة وإشبيليا، مع تذكير أن برشلونة لديه مواجهة مؤجلة. أتلتيكو مدريد 57-56 لبيتيس سوسيداد، ب 45-46 لفيا ريال، 45 لبلباو، 41 لفالنسيا وأساسونا. سؤال بالنسبة لنادي ليفانتي، بهذا الأداء نادي ليفانتي كيف مركزه 19؟ صحيح، انا قلت لك هو بيتالق امام الكبار. لو ليفانتي بيلعب كل مبارياته بهذا المستوى وبهذه الروح، هذا بيجيب تشامبيونز ليج، يفنش في المقاعد الاوروبيه. انما انا اشوف ان برشلونه استحق الفوز وليفانتي لم يستحق الخساره. طب دي معادله شخصيه، كان فاقد الذاكره والشوط الثاني رجعت له الذاكره. انما برضه حكم المباراه لابد من مراجعته، لانه صعب ان في حكم يتالق يعني يحتسب ركلات جزاء، ثلاث ركلات جزاء على برشلونه. اوكي، خلي بالك وكمان اخذ القرار، يعني مش مثلا هو بيقول بلاي اون والفار يصلح له او الفار يقول له في بينالتي، لا ده هو بيحتسب والفار ياكد، احتسب الفار ياكد. في وجهه نظري الاولى كانت صعب احتساب، انما ممكن الثانيه والثالثه يتم احتساب. ثم السؤال الابرز جاوب عليه مورالي، اسجل وديسمبر يتالق ياخد افضل لاعب في السنه. كانك تقصد احد. لا مش اقصد احد، لان في من هو افضل منه. طب بدري نزل الشوط الثاني وكان ممتاز وسجل هدف. انا شخصيا ممكن اختار مورالس، وانا اختار مورالس واختار تيرشتيجن، لان تيرشتيجن انقذ بينالتي وانقذ اهداف محققه، والاهداف اللي دخلت فيه ضربات جزاء يعني ملوش يد فيها. انما هنا تحول المباراه، واعتقد تشافي لما اختار لوك ديونج اصاب وهو كان قد المسؤوليه، وياس برضه هناك اخطاء. لانجلي اول ما نزل ارتكب خطا كبير بضربه الجزاء، ولكن في النهايه برشلونه استحق الفوز. برشلونه